على الحياة فهم. العاشرة ليلا من الحياة فهم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جربة تواصل جلسات القمة بحضور رئيس الجمهورية تحت شعار مستقبل القمة الفرنكوفونية. منزل جميل ضبط شاحنة محملة بكمية من مادة الفرين المدعمة معدل الاحتكار والمضاربة. رئيسة الحكومة تطلع على آخر الاستعدادات في مطار جربة جرجيس الدولية. وزير التربية فتحي السلاوتي يمضي وثيقة إعلان تعاون بين الحكومة التونسية والفرنسية حول تنفيذ برنامج دعم المكتسبات اللغوية للتلاميذ. خلال لقائه بنصيبيا الوزير الأول الكندي يؤكد بأن كندا ستكون دائما إلى جانب تونس. وروسيا تستنكر رفض بولندا دخول وزير خارجيتها إلى أراضيها. إلى تفاصيل النشرة، حيث تواصلت مساء اليوم السبت 19 من نوفمبر الجاري بجزيرة جربة أشغال جلسات القمة الفرنكوفونية بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورؤساء دول وحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الفرنكوفونية، وتمحورت المداخلات حول موضوع مستقبل الفرنكوفونية والرؤى والتصورات والأفكار التي يستوجب اعتمادها، كما تمت مناقشة بعض النقاط المدرجة على جدول أعمال القمة وفي أي إعلان جربة الختامية. وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة تمكنت خلال ليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 من نوفمبر الجاري دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ضبط شاحنة محملة بكمية من مادة الفرين المدعمة بنية الاحتكار والمضاربة، وذ باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما. تم صباح اليوم إمضاء وثيقة إعلان تعاون بين الحكومة التونسية ممثلة في وزير التربية فتحي السلاوتي والحكومة الفرنسية ممثلة في وزيرة الخارجية كاترين كولونا وسفير الاتحاد الأوروبي ماركيس كورنارو خلال حضوره فعاليات القمة 18 للفرنكوفونية حول تنفيذ برنامج دعم المكتسبات اللغوية للتلاميذ. جمع اليوم السبت 19 من نوفمبر الجاري لقاء بين وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي والوزير الأول الكندي، حيث مثل اللقاء فرصة للتحاور حول المشاريع المشتركة في عدة مجالات تعاون. وأكد الوزير الأول الكندي بأن كندا ستكون دائما إلى جانب تونس. ولدى حلولها بمطار جربة جرجيس الدولي، أدت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان زيارة التفقد للمطار، اطلعت خلالها على ظروف سير العمل وعاينت مدى جاهزية مختلف الفضاءات والمصالح ونقاط العبور والاستقبال، مرفوقة بوزير النقل ربيع المجيدي ووزير الدفاع عماد مميشة ووزير السياحة محمد المعز بالحسين. وعاينت رئيسة الحكومة مختلف الفضاءات والمصالح الديوانية والأمنية ونقاط استقبال المسافرين ومراحل إجراءات عبورهم، إضافة للاطلاع على جاهزية القاعة الشرفية للمطار بعد تهيئتها. وفي ذات السياق، استمعت بودن من المشرفين على مطار جربة جرجيس الدولي إلى آخر الاستعدادات الموضوعة في هذا الإطار بما يضمن حسن استقبال الوافدين وضيوف تونس بمناسبة احتضان تونس لأشغال القمة 18 للفرنكوفونية. وأثنت بودن على المجهودات التي تبذلها مختلف الفرق الإدارية والفنية والأمنية والديوانية بالمطار، داعية في هذا الإطار لمضاعفة الجهود لتوفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس. أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيان لها مساء اليوم السبت أكدت فيه رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 18 من نوفمبر الجاري والمتعلق بتنقيح وأتمام القرار عدد 8 لسنة 18 و2000 المؤرخ في 20 من فيفري 18 و2000 والمتعلق بضبط قواعد وشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والذي تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون. وبينت الهيكة بأن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها بدل الولاية العامة يتضمن خرقا خطيرا الفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته، على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية
الحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وفي أخبار العالم، استنكرت روسيا اليوم السبت قرار بولندا منع وزير خارجيتها من الدخول إلى أراضيها للمشاركة في اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووصفت الخارجية الروسية قرار بولندا بالاستفزاز غير المسبق. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أن قرار وارسو ينتهك قواعد المنظمة ويحرمها من فرصة تعزيز الأمن وإقامة التعاون. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جر بجرجيس تواصل جلسات القمة بحضور رئيس الجمهورية تحت شعار مستقبل الفرنكوفونية. منزل جميل ضبط شاحنة محملة بكمية من مادة الفرينة معدة للاحتكار والمضاربة. القمة 18 للفرنكوفونية، رئيسة الحكومة تطلع على آخر الاستعدادات في مطار جر بجرجيس الدولية. ووزير التربية فتحي السلاوتي يمضي وثيقة إعلان تعاون بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية حول تنفيذ برنامج دعم المكتسبات اللغوية للتلاميذ. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.